أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة دارسي مادة الرياضيات، أهلا بكم معنا مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مدرسة على الهواء. إن شاء الله النهاردة أولى حلقات الباب الثالث في الديناميكا، باب الدفع والتصادم، باب صغير ظريف لذيذ سهل جدا هنخلصه بسرعة، ثم ننتقل منه إلى الباب الأخير الباب الرابع الشغل والقدرة والطاقة. اسمحوا لي طبعا وقبل اي حاجه اني كالمعتاد ارحب باستاذنا الفاضل الجليل استاذ شعبان عبد الرازق. اهلا اهلا بيك يا استاذ استاذ فاضل. محمد، اهلا وسهلا، خلاص اهلا بقى وسهلا. هانت ان شاء الله ان شاء الله نخلص بس ربنا الباب يسهل. ده، وده باب صغير زي ما قلت ان شاء الله. هو انت عارف هو الباب بيطول معانا ليه؟ ان احنا بناخد كميه من افكار الافكار كتير وده كتير مهم عشان حتى نغطي الطالب ما كله. يحتاجش حاجه. الفكره لا انما وهو هو الباب كموضوع درس بيبقى بسيط. وهو الباب التاني اصلا كبير قوي السنه دي، يعني هو معظم المنهج بتاع الديناميكا متركز على الباب في الباب الباب التاني، الثاني فاخد اللي هو مننا بتاع وقت طويل قوانين نيوتن. وتطبيقات نيوتن، لكن اللي احنا هنبدا فيه ده مش هياخد ان شاء الله وقت، ان ممكن شاء الله ان نخلصه شاء الله المره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. تمام، ايه بقى الموضوع النهارده؟ اول حاجه احنا عارفين الباب اللي هو الثالث ده لا اللي هو احنا الاول قبل موضوع النهارده انا اسف، الامتحان استقرينا على ايه بقى؟ في حاجه جديده؟ لا، ما هو عدد الامتحان لسه لغايه دلوقتي اللي هو البوكلت، يعني زي البوكلت، بس احنا قلنا احتمال يبقى استقرينا. في اختيارات، تمام، بس لكن هنشوفه بالنسبه لعدد الاسئله احنا استقرينا 18 سؤال، تقريبا. دي المعلومه الجديده، كل فرع 18 سؤال. 18 سؤال تمام، بس، هو بقى لسه بقى احتمال يبقى في اختيارات في وسط هنشوف الاسئله شكلها كده، ايه، هنشوف لسه مش شكل عارفين. ايه. هو في امتحان تجربه باين هيبقى هيعملوه قريبا امتحان مش كده؟ التجريب ان شاء الله، والنموذج الثالث على وشك انه ينزل، اللي هو هيبقى فيه الشكل النهائي للامتحان بتاعهم للامتحان ان السنه. شاء الله ان شاء الله. واي حاجه جديده احنا بنقولها يعني تمام بنشتغل عليها. تمام طيب، هو اول حاجه عندنا الدفع. الدفع ده بقى في نوعين من الدفع. الدفع اذا كانت قاف ثابته واذا كان قاف متغير. اذا كان قاف ثابته واذا كان قاف ايه متغير. اول حاجه اذا كانت قاف ثابته، فاذا اثرت قوه ثابته قاف على جسم ثابت الكتله خلال فتره زمنيه نون، فان حاصل ضرب متجه القوه في زمن تاثيرها يسمى بدفع القوه. او اذا اثرت قوه ثابته قاف على جسم ثابت الكتله خلال فتره زمنيه نون، فان حاصل ضرب متجه القوه في زمن تاثيرها يسمى بدفع القوه، يرمز له بالرمز دال. وفي الحاله دي يبقى لذلك الدفع هنا كميه متجهه، يبقى متجه الدفع بيساوي متجه قاف في زمن تاثيرها، ويبقى متجه الدفع في نفس اتجاه متجه قاف. لو هستخدم القياسات الجبريه يبقى الدفع بيساوي قاف في نون. في حته بقى ملاحظه، ايه قاف ديت؟ محصله القوه المؤثره على الجسم. ممكن تبقى قاف، ممكن تبقى قاف ناقص. ايوه، يبقى محصله القوه المؤثره على الايه؟ على الجسم. طيب، وحدات قياس الدفع. وحدات قياس الدفع في وحدات مطلقه، يبقى القوة بالنيوتن والزمن بالثواني، يبقى نيوتن ثانية، يبقى الدفع اسمه نيوتن ثانية. لو القوة بالداين والزمن بالثانية يبقى داين ثانية. شوف، بناخد برضو الحاجات اللي من الباب الايه التاني، وحدات النيوتن والداين والحاجات دي. لو وحدات تفاقلية يبقى عندنا القوة بالثقل كيلو جرام وده ثانية، يبقى الدفع ثقل كيلو جرام ثانية او ثقل جرام سنتيمتر ثانية برضو. تمام، يعني ده وحدة وحدات قوة قياس في وحدة الدفع. زمن. ايوه، وحدة قوة طبعا، وحدة قوة في وحدة الزمن، بس ممكن نشيل وحدات مطلقة ووحدات تثقلية. بعد كده هنلتزم بحاجة تانية. نشوف مسألة على الكلام ده اهو. أثرت القوة، عندنا عدة قوة اهي، قف واحد اهي، قف واحد اتنين سين زائد صاد، وقف اتنين تلاتة سين ناقص أربعة صاد، وقف تلاتة ناقص سين زائد ستة صاد. قف المجموعة اتنين دي تلاتة سين ناقص أربعة صاد، ناقص أربعة صاد، وقاف تلاتة ناقص سين زائد ستة صاد، ناقص سين زائد ستة صاد، أثروا على جسم نص ثانية. يبقى أقدر أجيب هنا زي ما قلت، أجيب محصلة القوة. يبقى هي قاف عبارة عن متجه قاف واحد زائد متجه قاف اتنين زائد متجه قاف تلاتة، يبقى أنا أداك، حيث طبعا إحنا عارفين سين وصاد ده متجهات واحدة المتعامدين، يبقى متجه قاف لما تجمعهم هيبقى أربعة سين زائد هنا سبعة، يبقى ثلاثة صاد. يبقى عندنا الدفع، متجه الدفع بيساوي متجه قاف في نون. يبقى متجه الدفع نون بنص قاف اللي هي أربعة سين زائد ثلاثة صاد. يبقى متجه الدفع عبارة عن اتنين سين
زائد 3 على 2 سقط. احسب مقدار يبقى معيار الدفع. الجذر التربيعي 4 زائد 9 على 4 هيطلع 5 على 2. قال لك القوة بالنيوتن يبقى نيوتن ثانية. يبقى احنا جبنا ايه؟ مقدار الدفع. تمام كده؟ عرفنا انه الدفع حاصل ضرب القوة في الزمن. ايوة. كمية متجه متجه. القوة في متجه الايه؟ مفيش تعريف اخر للدفع له علاقة بكمية الحركة؟ في علاقة بين الدفع والتغير في كمية الحركة. كمية الحركة اللي درسناها في الاول. بيقول لك اذا اثرت قوة ثابتة قاف على جسم فترة زمنية متناهية في الصغر نون. فان دفع القوة يساوي التغير في كمية الحركة. يعني متجه الدفع بيساوي كاف في متجه عين 2 ناقص عين 1. او بالقياسات الجبريه يبقى الدفع. على فكره ممكن نبينها. ليه نبينها ازاي؟ دلوقتي انا عندك عين بتساوي عن صفر زائد ج ن. يبقى عين ناقص عن صفر بيساوي ج ن. اضرب في كاف. يبقى كاف في عين ناقص عن صفر يساوي كاف ج في ن. يبقى كاف في عين ناقص عن صفر بيساوي ق في ن. وقاف انه هو الدفع. يبقى الدفع بيساوي التغير في كمية الايه؟ الحركة. يبقى انت جبت العلاقة بين الدفع والتغير في كمية الايه؟ الحركة. طيب نيجي بقى حتة بقى مهمة جدا الجديدة بقى. جديدة بقى. طب اذا كان القاف متغيرة. احنا انتم ملاحظين كل المذهب القاف ثابتة. دلوقتي القوة بتتغير بتغير الزمن. الزمن. يبقى قوة القاف دالة في الزمن. فلما ترسم العلاقه بين قاف ونون اهو، اذا كانت القوه قاف متغيره اي ان قاف داله في الزمن، فان دفع القوه خلال الفتره الزمنيه من نون واحد الى نون اتنين بتساوي بقى تكامل قاف ده النون من نون بواحد نون باتنين. هو التكامل القوه لو بالنسبه لسين تبقى قاف سين. لو بالنسبه لنون يبقى قاف نون. يبقى مادام قاف نون تبقى الدفع. الدفع بتساوي ايه بقى؟ لو انت عندك رسمة بتساوي المساحة المظللة في الفترة من نون بواحد لنون بايه؟ زي اي تكامل بقى. زي اي تكامل ومساحة. زي اللي خدنا مساحات والحاجات ديت والمسافة والازاحة والحاجات اللي في اول الايه؟ لا التكامل بشكل عام هو مساحة. مساحة. طيب. في بقى حتة مهمة انها ممكن اجيب العلاقة بين الدفع وكمية الحركة. فبيقولوا ايه؟ احنا عارفين قاف اصلا حتى نبينها حتى كمان للطلبة. هو انا عندي قاف ادام قاف متغيرة. قاف بتساوي دال ده النون لكاف عين. لو لو الكتلة دي ثابتة يبقى دال عين ده النون. يبقى تكامل قاف ده النون بيساوي كاف في تكامل دال عين. هنا في الفترة من نون بواحد إلى نون باتنين. عين من عين بواحد إلى عين باتنين. لما كامل ديت هتساوي كاف عين من عين بواحد لعين باتنين تكامل محدد. يبقى تكامل قاف ده النون من نون بواحد لنون باتنين بيساوي كاف في عين اتنين ناقص عين واحد. الله. يبقى معنى كده ان تكامل قاف ده النون من نون بواحد لنون باتنين هو التغير في كمية الحركة. يبقى في جميع الاحوال طالما القوة ثابتة او القوة متغيرة يبقى ينفع موضوع التكامل المحدود. ويبقى التغير في كمية الحركة. يبقى التغير في كمية الحركة. يبقى الدفع بيساوي الدفع بيساوي تكامل قاف ده النون من نون بواحد لنون باتنين وبيساوي التغير في كمية الحركة. وبيساوي تاني المساحة اللي هي طبعا كاف في عين اتنين ناقص عين واحد زي ما احنا عارفين ويساوي المساحة تحت المنحنى بصرف النظر قوة ثابتة او القوة ايه متغيرة. تمام. احنا وعدناهم المره اللي فاتت واللي قبلها ان احنا كل ما هتتاح الفرصه هنحل اسئله من دليل التقويم الجديد. واحنا من اوائل الاسئله اللي هنحلها النهارده من الدليل هي الرسمه اللي معانا دلوقتي. على موضوع دليل التقويم كده. اللي هو البوكليت بتقول في شكل مقابل بيمثل منحنى قوه زمن. الرسمه قدامنا اهي. والقوه دي كداله في الزمن واحد زائد ن ناقص 2 لكل تربيع. عايز اولا دفع القوة خلال الثلاث ثواني الاولى وكمان دفع القوة في الثانية الخامسة. هي في حتة هنا يا استاذ محمد هتنفعنا حتى في التكامل. الدالة دي دالة درجة تانية. رأس المنحنى بتاعها 2-1. طبعا. من الصف الثاني الثانوي. منحنى درجة تانية ورأس المنحنى 2-1. فانت لو خدت 2
واحد حتى هي مرسومه كده، هي رسمه كده حط بواحد حط باثنين يطلع المنحنى قدامك ده. يعني الراجل جايبها لك مرسومه والمرسومه صح، فاحنا من الرسم بقى هنطلع الدفع. فانا عندي الدفع زي ما احنا عارفين خلال الثلاث ثواني الاولى. اولا قاف بتساوي واحد زائد نون ناقص اتنين الكل، يستحسن نفكها، نون تربيع ناقص اربعة نون زائد اربعة، يبقى قاف نون تربيع ناقص اربعة نون زائد خمسة. حسب طالما القوة دالة في الزمن يبقى الدفع تكامل قاف ده النون من نون بواحد لنون باتنين، فاحنا عاوزين الدفع خلال الثواني الثلاثة الاولى، يعني من كام؟ من صفر لواحد. يبقى الدفع خلال الثلاث ثواني الاولى هيساوي تكامل نون تربيع ناقص خمسة نون ناقص اربعة نون زائد خمسة ده النون من صفر لتلاتة، واحنا عارفين بقى في التكامل هيبقى ده نون تكعيب على تلاتة زائد اتنين نون ناقص اتنين نون تربيع اللي هي طبعا اربعة نون تربيع على اتنين زائد خمسة نون من صفر لتلاتة. نعوض عن نون بقى بتلاتة اهو هيطلع سبعة وعشرين على تلاتة ناقص اتنين في تسعة زائد خمسة في تلاتة، وطبعا ناقص صفر هيطلع الكلام ده بكام؟ بستة نيوتن، عشان قالك قب نيوتن نيوتن ثانية. ده الدفع خلال الثلاث ثواني الأولى، عايز كمان الدفع خلال الثانية الخامسة. الثانية الخامسة دي خلي بالك يعني من أربعة لخمسة. الثانية اللي ترتيبها خمسة. بدايتها كام؟ أربعة ونهايتها خمسة. ممكن تلاقي حد اتسرع يقول لك الثانية الخامسة يعني من خمسة لستة، وده مش مظبوط. لا لا. احنا قلنا الثانية الخامسة على غرار الثانية الأولى، هي الثانية الأولى مش من صفر لواحد. أيوة. الأولى من صفر لواحد، يبقى الخمسة من أربعة لخمسة. اللي هي الثانية اللي ترتيبها خمسة، يبقى أربعة. بدايتها أربعة ونهايتها خمسة. يبقى الدفع في الثانية الخامسة أهو. الدفع في الثانية الخامسة. ودي جاية في الدليل. هيبقى برضو قاف ده النون من نون باربعة لنون بكام؟ بخمسة. اللي هو بقى هيبقى عندنا نون تربيع ناقص اربعة نون زائد خمسة ده النون. نفس التكامل هيبقى نون تكعيب على تلاتة ناقص اتنين نون تربيع زائد خمسة نون من اربعة لخمسة. هنعوض عن نون بخمسة، هيبقى مية خمسة وعشرين على تلاتة ناقص اتنين في خمسة وعشرين زائد خمسة في خمسة ناقص، هيطلع لك بقى اربعة وستين على تلاتة ناقص اتنين في ستاشر ناقص زائد عشرين. هتحسب الكلام ده بالآلة، هيطلع اتنين وعشرين على تلاتة نيوتن ثانية. يمكن يعني يجوز انه الرسمة المرة دي ما فرقتش معانا، هي مجرد استرشاد، وكان من غيرها كان برضو هعرف ممكن اعملها، انما المسألة اللي جاية معانا الرسمة هتكون مهمة مهمة اكثر اهمية من دي. فعلى غرار المسألة اللي فاتت بيقول لي برضو في الشكل المقابل، بس مديني بقى شبه منحرف، بيقول لك هذا الشكل يمثل منحنى القوة الزمن، عايز مقدار الدفع بتاع هذه القوة، اولا خلال اول ست ثواني، ثانيا خلال اول ثلاث ثواني. يبقى احنا عندنا هو مديك الرسم. كنت انا قلت ايه؟ اصل المرة اللي فاتت كان مديني القوة شخصيا، فجبت التكامل بتاعك. المرة دي هتعمل ايه انت والرسمة؟ ما احنا كاتبين بقى ايه؟ ان تكامل قاف ده النون من نون بواحد لنون باتنين تساوي المساحة اللي اسفل المنحنى. يبقى في خلال اول ست ثواني يعني من صفر لكام؟ لستة. يبقى مساحة شبه المنحرف اللي قدامك ده. تمام. مساحة شبه المنحرف ده لما تيجي توضبه كده اهو. اهو. يبقى الدفع خلال اول ست ثواني. يبقى مساحة لو ده سمين ده واو وده ألف وده ب يبقى جيم، يبقى المساحة أو مساحة شبه المنحرف اللي هو إيه بقى؟ واو ألف ب جيم. مساحة شبه المنحرف نص مجموع القاعدتين المتوازيتين، القاعدة دي ستة، القاعدة اللي فوق ديت واحد اتنين تلاتة، يبقى تلاتة. الارتفاع كام؟ اللي هو 40، عشان ده 10 20 30 40 40 تمام كده، هتساوي نص في 9 في 40
هيطلع 180 نيوتن ثانية. طب قال لك خلال اول 3 ثواني يبقى من الرسمة من صفر ل 3 المساحة، يبقى من اهو يبقى عاملة كده اهو. ممكن ارسم لها رسمة تانية وممكن في نفس الرسمة مش مشكلة. يبقى مساحة شبه الايه المنحرف التاني ده، يبقى الدفع اول 3 ثواني اللي هي مساحة شبه المنحرف ده هيبقى نص برضو، هيبقى 3 زائد 1 في 40 هيبقى 4 في 20 هيبقى 80 نيوتن. عملية سهلة جدا يا استاذ محمد، اللي هو الجزء اللي جه الجديد ده يسهل الموضوع. لا وممتع جدا، وبيعرفك ايه فايدة التكامل الجديد اللي نازل في المنهج. صح جدا. لانه هيشتغل معانا حتى بقية منهج الديناميك، ده احنا هنكتشف انه تكامل القوة بالنسبة للإزاحة تديني الشغل. الشغل. غير ان تكامل القوة بالنسبة للزمان يبقى طالما القوة متغيرة. وهنشتغل في آخر حاجة في المنهج بتاعت الشغل والقدرة والطاقة، لما نقول ان القدرة هي معدل تغيير الشغل بالنسبة للزمن. يبقى لما كامل القدرة يديك الشغل. طيب احنا كده استفدنا بالرسمة مرة. واشتغلنا من غير رسمه مره ثانيه، بس عايز قبل ما نكمل في الاسئله المهمه البسيطه دي عايزين نعرف الفرق بين الدفع والقوه الدفعيه. القوه الدفعيه هي قوه متناهيه في الكبر. يعني في فرق مهم بين كلمه الدفع وكلمه القوه الدفعيه. الدفع اللي هو دال اللي هو قاف في نون او كف عين ناقص عين. القوه الدفعيه ليها قاف، ما في دال وفي قاف. قد اسمها قوة الدفع أو القوة الدفعية. ده الدفع. يبقى كأن الدفع هو حصل ضرب القوة الدفعية في زمن التأثير. في زمن التأثير. ففي حاجة القوة الدفعية أصلا تعرفها أصلا. هي قوة مقدارها متناهي في الكبر. تعرف زي إيه؟ بنلاحظ افرض عربيتين اصطدموا ببعض. دي قوة دفعية هنا. فالقوة دي حدثت إمتى إيه؟ في فترة زمنية صغيرة جدا. والقوة كبيرة جدا. يبقى في شرطين هنا زي لعبة القوس والسهم. القوة الدفعية هي قوة مقدارها متناهي في الكبر في فترة زمنية متناهية في الصغر، بشرط ان الدفع لازم يطلع كمية محددة لا تساوي الصفر. ما لو بتساوي صفر خلاص ما فيش دفع، لا تساوي الصفر. يبقى ثلاث حاجات، قوة كبيرة جدا في زمن قليل قوي جدا، وناتج الكلام ده الدفع عدد محدود لا يساوي الصفر. تمام. طيب في بقى بروح مدخل الدفع في التيار في كمية الحركة. فاحنا عارفين ان الدفع اصلا بتساوي قاف في نون بتساوي كاف في عين اتنين ناقص عين واحد. في حتة بقى مهمة يا استاذ محمد، طالما هدخل القانونين دول في بعض التزم بالوحدات الاتية. قاف لازم تكون بنيوتن. طالما دخل الدفع بيساوي قاف في نون في تغير في كمية الحركة. نون ثانية. كاف كيلو جرام. عين بالمتر على الثانية. يبقى السطر ده كله مع بعضه. أو ضيم. ثانية. جرام. سنتيمتر على الثانية. إنما لو عوض من الدفع لوحده. خلاص. اعمله بأي وحدات. أصل أنت لما تتكلم عن قاف نون بتساوي كتلة في سرعة، فمستحيل تشتغل في الطرفين بوحدات تثقلية. لا لازم وحدات قياسية. يا كبيرة يا صغيرة. فإحنا هنا استبعدنا، إحنا ما قلناش حاجة جديدة. لا ما. استبعدنا فكرة إنك تشتغل بوحدات تثقلية وأنت عندك كتلة ناحية. تمام كده؟ تمام. تمام. يبقى احنا هلتزم بالكلام ده لو هندخل القانون دول في بعض يا استاذ محمد. يعني التزم على طول بالقانون. احسن يستحسن بلاش وحدات تثقل. لا تمام كده. ناخد بقى مثال. بيقول اثرت قوه ثابته مقدارها 160 ثقل كيلوغرام على جسم ساكن. اثرت قوه ثابته مقدارها 160 ثقل كيلوغرام على جسم ساكن كتلته 500 جرام. احسب مقدار دفع هذه القوه بوحده النيوتن ثانيه. بس خلال عشر ثانيه. يبقى هنا الدفع ممكن اقول لك كده شعبان، وعايز مقدار سرعه الجسم كمان في نهايه هذه المره. يبقى ما هنشغل الاثنين. يبقى الدفع قاف في نون. الدفع قاف عندنا بكام؟ ب 160 في 9.8 تبقى بالنيوتن. في نون بواحد على 20. خلاص. يبقى الدفع في الحاله ديت هيطلع بيساوي اهو 156.8 نيوتن ثانية.
هاجي استخدم الدفع ده، الدفع كاف عين اتنين ناقص عين واحد، يبقى الدفع عندي 156 وتمام العشر، الكتلة 500 على 1000، عين اتنين هو ابتدى من الايه؟ من السكون، يبقى عين اتنين ناقص صفر، يبقى اقدر اجيب عين اتنين، هو عايز اجيب السرعة هتساوي طبعا ديت مع دي ودي مع ديت، يبقى فيها الاتنين، يبقى 8 6 5 1 في 2، يبقى عين 2 عبارة عن 6 3 1 3 متر على الثانية. تمام، يبقى استخدمت الدفع ايه؟ مرتين. يعني انا كان عندي حق لما قلت درس ظريف، لا صح، ما فيهوش لعب كتير. لا 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 صح. ناخد مسألة كمان برضو في نفس الإطار ده، نتكلم برضو عن قوة ثابتة اسمها قاف، بتؤثر هذه القوة الثابتة على جسم سرعته 3 متر على الثانية، فأصبحت 45 كيلومتر على الساعة بعد مضي واحد على 49 ثانية، ووجد أن دفع هذه القوة خلال هذه الفترة 3.8 من عشرة نيوتن ثانية. مديني بقى الدفع، اوجد الكتلة للجسم ومقدار قاف بثقل كيلوغرام. طيب أنا عندي السرعة الأولانية 3 متر على الثانية، حاجات بسيطة بس برضه الطالب لازم ياخد باله، هي مفاهيم من الوحدات. يعني هنا عين اتنين 45 كيلومتر على الساعة، ضربها في 5 على 18، يبقى 45 في 5 على كام؟ 18، هتطلع عين 2 لما تحسبها ب 12 ونص متر على الثانية. يبقى في تغير في السرعة، شوف أنا بقولها إزاي؟ تغير في السرعة، يبقى في تغير في كمية الحركة، يبقى في دفع، والدفع موجود أجيب الكتلة. يبقى أنا عندي الدفع كاف في عين 2 ناقص عين 1، الدفع شوف مدالك بالنيوتن. طب افرض لما مدالك كنت لازم احولها لنيوتن، انا نيوتن ثانيه، الكتله عين 2 12 ونص ناقص 3، هتقدر تستنتج ان الكتله بتساوي 4 من 10 كيلو جرام. ارجع تاني الدفع، هو عايز اجيب ايه؟ الكتله ومقدار قاف، الدفع قاف في نون، فالدفع 3.8، ادي قاف نون بواحد على 49، يبقى قاف 3.8 في 9 ترميق التمييز نيوتن. طب عاوزه بالسكر كيلو جرام، اقسم على 9.8 من ايه؟ من 10، هتطلع قاف ب 19 سكر كيلو جرام. عملت تطبيق للقانون وعمال مره يديك دفع مره يجيب كتله. طب خليني اسالك يا استاذ شعبان، احنا قلنا الدفع ده تاثير قوه كبيره جدا لزمن محدود جدا، تاثير القوه الكبيره قوي على جسم لفتره زمنيه قليله. انا سؤالي هيكون ثلاث اجزاء، سؤال ثلاث اجزاء مهمين جدا. لو انا عندي كوره وسقطت كده على الارض فخبطت في الارض، فالمفروض انه حدث تغير في كميه حركتها، وصلت بسرعه. قصدك في سرعه قبل التصادم وفي سرعه بعد التصادم. ما هو السؤال بقى اللي احنا هنخش منه على الجزء الجديد، يا ترى رد فعل الارض على الكوره، رد فعل الارض على الكوره، هل له علاقه ده اللي هنخش فيه دلوقتي، هل له علاقه بالقوه الدفعيه؟ تختلف عن لو الكوره دي خبطت في السقف طبعا، غير لما غير لما يكون طريق افق، يختلفوا عن لو الكوره خبطت في حائط راسي. احنا الكلام ده كنا قلناه العام الماضي، بس يعني ما كانش موجود قوي في الكتاب كتير. لا دلوقتي اصبح انما في العام ده لاحظت ان في كتاب المدرسه مهتم بها شويه. مهم. دلوقتي لو انا عندنا كره ضربت الارض، خبطت الارض، هنبص تلاقي حاجه مهمه جدا. ادي الكرة هي. الكرة دي ده سطح الأرض، سطح أفقي. هنبص على الكرة دي بتأثر على السطح الأفقي بقوتين. القوة الدفعية، قوة الدفع والوزن، ووزنها كبدال. وبالتالي يبقى ضغط القوة على المستوى، ضغط الجسم الكرة على المستوى، هو نفسه رد فعل المستوى على على الجسم. يعني لو طلب رد فعل الارض على الكره، هذا يبقى ضاد بتساوي ر حسب قانون الثالث. ايوه، هيساوي ايه بقى رد الفعل ده؟ نيجي بقى هنا زي ما قلنا بقى، ضغط الجسم على المستوى
عبارة عن قوة الدفع زائد وزن الكرة. إذن رد فعل الأرض على هذه الكرة اللي اصطدمت بالأرض بيساوي القوة الدفعية زائد الوزن. أو ضغط الكرة. ضغط الجزء الكرة على المستوى. ما الضغط هو رد الفعل. لذلك بقول كده ضاد بتساوي ايه؟ بتساوي قاف زائد كاف دال. مهمة جدا. استنى، وهي مهمة كده، أمال لو الكرة خبطت بقى في السقف؟ نشوف. احنا كل حاجة بنعملها عمل. عايزين رد فعل السقف. نعملها عمل. اهو. ادي السقف اهو. اكيد مش هتبقى قاف زائد الوزن. هنشوف. لا. ادي الكرة ضربت الحيطة كده. هنبص تلاقي ان القوة الكرة دي هتأثر على السقف بقوة الدفع. بينما الوزن بتاعها اتجاهه الاسفل. لفين؟ لاسفل. يبقى كاف دال كده. يبقى في الحالة دي لو انت عاوز تجيب بقى ضغط الكرة ضاد على السقف. وهنا رد الفعل. يبقى ضاد برضو بتساوي ايه؟ هيساوي قاف ناقص بقى. قاف ناقص كاف دال. وانا شفت في 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 البوكليت بيقول لك ايه؟ كرة ضربت سقف. طب ضغط الكرة على السقف. هل بيساوي قوة الدفع؟ والله اعظم من قوة الدفع، والله اكبر من قوة الدفع. قاف ناقص كاف دال يعني اصغر. يبقى اصغر. هي دي الحتت بقى اللي هتيجي في الامتحان. الامتحان في وضعه الجديد. في الوضع الجديد. اللي موجود في دليل التقويم. اللي احنا قلنا عليه اكتر من مرة. اللي موجود على موقع الوزارة. في كل الفروع. شكل امتحان البوكلت. وقريبا في غضون ايام هينزل الشكل النهائي بقى اللي هو النموذج التاني. يبقى هنا. استاذ شعبان، لا لسه. احنا لو خبطت في الارض يبقى رد الفعل بتاع الارض قاف زائد قوة دفعية زائد الوزن. خبطت في السقف رد الفعل بيساوي قوة دفعية ناقص الوزن. لو خبطت في حائط. نيجي نرسم. اهو ادي الحيطه، حيطه راسيه طبعا. ادي القوه، ادي الجسم. هيأثر عليها بقوه الدفع. ايوه. الوزن ما بيخشش معايا، مش مأثر. واحنا وانا لو ابنائنا الطلبه بتاخد بالها من كلامي، بقول انا دائما وزن الجسم ملوش تأثير طالما الجسم بيتحرك افقي. طبعا. انما لو بتحرك راس الوزن بيخش معايا. يبقى في الحاله دي يبقى لانه الوزن في حاله الحركه اللي احنا شايفينها دي عموديه، ما لا ما لهاش علاقه بالحركه. زود السعيد. حتى يبان الكلام ده في الشغل والحاجات دي. يبقى بيساوي قوه الدفع. الحاجات دي مفاهيم. يطلب الراجل زي ما قلت لك. هو ده بقى في رايي انا المتواضع، هو ده شكل الامتحان السنه دي. انتظر بقى الحاجات اللي زي كده. مش المسائل بقى، مش عمال تحل مسائل في كل الفروع. يبقى هنا مفاهيم يا استاذ محمد. بيقول لك ايه؟ هل قوه الدفع يعني مثلا في الحائط الراس، هل ايه العلاقه بين الضغط وقوه الدفع؟ هل بيساويها ولا اصغر؟ يعني مش عايز ارقام ومسائل. لا لا لا، هي كلمتين بس. هو الطالب فاهم ولا مش فاهم؟ تمام. طيب عايزين ناخد مساله بقى عاديه من اللي احنا عارفينهم. سقطت كره من المطاط. الكره دي سقطت لاسفل، كتلتها كيلو جرام. ده انت عارف يا استاذ محمد، كانت جت مره في امتحان 2001 دي. وايامها لما جت، والله انا فاكر ان الطلبه غلطوا فيها. ليه؟ ما كانوش واخدين بالهم. لسه قوي مطروحه حكايه رد الفعل ورد الفعل. كانت جديده. زي حاجات كتير لما تبقى في الامتحان لاول مره بيبقى فيها بلبله، بعدها خلاص بتبقى اتعرفت. فانا فاكر ايامها. طبعا احنا من الناس اللي مرضى علينا على الكلام ده. فعلا يعني ايام الامتحان عملت بلبله. فهو بيقول لك ايه؟ سقطت كره من المطاط. دي كرة كتلتها كيلو جرام واحد، وسقطت من ارتفاع 4.9 متر عن سطح الارض. وموجودة على فكرة، شفتها في البوكلت. لا ده في كتاب مدرسة. او كتاب مدرسة او في البوكلت. مسألة المسألة الشهيرة. على ارض افقية صلبة فارتدت الى اقصى ارتفاع لها وهو 2.5 متر. احسب مقدار التغير في كمية حركتها نتيجة للتصادم. اللي هو يعتبر ايه بقى؟ الدفع. هو الدفع التغير في كمية الحركة. ما هو اذا حدث تغير في السرعه يحدث تغير في كميه الحركه. يبقى في دفع. ده مش بس نتيجه انها خبطت في الارض الصلبه دي وارتدت، ده ممكن تخبط في ارض تانية رمليه وتخش جوه الارض. يحدث برضه تغير في السرعه. فيبقى في دفع. طالما في تغير في السرعه يبقى في تغير في كميه الحركه. يبقى في دفع. هنا الكره سقطت. كل ملحوظه لازم نفتكرها النهارده واحنا بنشتغل، انه في السؤال الاخير في كتاب المدرسه، واكيد هيجي معانا المساله دي النهارده. اخر سؤال في 80 كتاب المدرسه. هنصحح. الكره خبطت. فيها تصحيح. هو المفروض انه الكره لما بتخبط بتوصل بسرعه لسطح الماء. وبعدين لما تخترق السرعه بتتغير. فيبقى دفع الماء هو التغير في كميه الحركه. بس لازم السؤال يكون اوضح من اللي مكتوب. عند سطح الماء. فالدفع عند لحظه الارتطام لازم يقول كده في السؤال. عند سطح الماء. عند سطح السائل.
لانه في كلام تاني في الطبعه الجديده ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله عند سطح السائل. لكن مؤقتا بالنسبه للدفعه بتاعت السنه دي احنا لازم نوضح زي ما هنقول انه الدفع عند سطح السائل دفع الناقصات يعني فيها شغل شويه عن بتاع المدرسه، لانه لو ما قالش عند السطح يبقى الدفع خلال الثانيه دي بقى ده حاجه تانية. طيب الكره اللي كتلتها 1 كيلو جرام من ارتفاع 4.9 متر اصطدمت بالارض وبعدين ارتدت، كنا احنا قلنا الكلام ده في التغير في كميه الحركه، ان في جزء من السرعه بيفقد نتيجه ان الجير كره بتسكن سكون لحظي على الارض فبترتد بسرعه جديده ملهاش ارتباط بسرعه بالتصادم اهو، فارتدت نقول هي بتفقد جزء من سرعتها نتيجه الارتطام بالارض. نتيجه طبعا عشان بتسكن، حتى بقول لك سكنت 10 ثانية مش عارف، يبقى لازم في سرعة جديدة، يبقى في حاجة جديدة. يبقى نقول له كده قبل التصادم هيبقى عندنا عين تربيع، عن صفر تربيع زائد 2 دلفة، صفر 2 في 9.8 في فيه 4.9 هيطلع عين ب 9.8 متر على الثانية. يبقى دي السرعة قبل التصادم. بعد التصادم هيبقى برضو عين تربيع، عن صفر تربيع ناقص 2 دلفة، وتعتبر السرعة بعد التصادم هي السرعة التانية، فالنهائية بصفر عشان بتوصل لغاية أقصى ارتفاع، النهائية هنا بصفر. عن صفر تربيع ناقص 2 في 9.8 في 2.5 هيطلع السرعة بعد التصادم هتطلع بكام؟ بسبعة متر على الثانية اهو. تنويه برضو كده. طب الكرة دي بتوصل لغاية أقصى ارتفاع بعدين تنزل، تعرف تصطدم بالأرض بإيه؟ بسرعة سبعة متر على الثانية، نفس السرعة نفس السرعة برضو حتى يعني إيه؟ طب اصطدم تاني هترتد بسرعة جديدة تفقد، لأن كل ما هتصطدم هتفقد جزء من سرعتها. طيب يبقى في تغير في السرعة، يبقى في تغير في كمية الحركة، يبقى في دفع. وهنا لو فرضت متجه الوحدة ايه في كده، يبقى سرعتين في اتجاهين متضادين، يبقى عندنا يعني مش هنطرح هنجمع يبقى الدفع كاف في عين 2 زائد عين 1 اللي هو تعرف كمية الحركة. الكتلة عندنا 1 كيلو جرام. انا بعد اذنك يا استاذ شعبان، انا ما بفضلش قوي في النوع البسيط ده من المسائل، وده اللي بنشوفه دايما في الامتحان، ان انا اقعد اقول له ده موجب وده سالب، لان في الاخر خلاص ما خلاص يعني عشان ما رغبتش. طيب يبقى 1 في 7 زائد 9.8 يبقى 16.8 نيوتن ثانية. طيب طالب ايه تاني الراجل؟ عايز بقى رد فعل الارض على الكورة. رد فعل الارض على الكورة. الطلبة لما جات في الامتحان راحوا جايبين قوة الدفع. لا 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 معلش بقى شهادة حق، لا في طلبة كانوا فاهمين 2001 دي انا فاكرها وكانوا عاملين. طبعا في ناس غلطوا كتير طبعا، يعني إن لو انا جيت رسمتها حتى هو كده زي ما احنا زي ما قلنا هيبقى في قوتين هنا، قوة الدفع وهنا في الوزن كاف دال. يبقى محتاج اجيب قوة الدفع. فانا عندي الدفع، احنا عايزين نقول ايه بقى الملحوظة اللي عايزين نركز عليها، انه رد الفعل ده ما هواش القوة، لا لا ده القوة زائد الوزن. ما انا وضحتها بقى، حتى وضحتها في الايه في الملاحظات اللي احنا عملناها. يبقى الدفع 16.8 قاف نون زمن التأثير 1/10 يبقى قاف ب 168 نيوتن. نيجي بقى رد فعل الارض على الكرة او ضغط الكرة على الارض، قاف زائد كاف دال. قاف عندنا 168 كاف بواحد في 9.8 هيبقى عندنا 8 هتطلع 177 نيوتن. حلو. دي لما خبطت في الارض فطلع رد الفعل الارض قاف زائد كاف دال. عايزين واحده بقى نخبط في السقف عشان يبقى نشوف واحده في السقف. في السقف هيبقى رد الفعل قاف ناقص كاف دال. بتقول كوره ملساء برضو كتلتها 30 جرام قذفت راسيا الى اعلى بسرعه 840 سنتيمتر كل ثانيه من نقطه اسفل سقف حجره بمقدار 110 سنتي، فاصطدمت بالسقف وارتدت راسيا لاسفل لتصل لارضيه الحجره خلال نص ثانية بعد التصادم. اوجد مقدار الضغط على السقف علما بان ارتفاع الحجرة 272. في برضو انوه للطلبة برضو ابنائنا، ساعات الراجل يعمل ايه؟ يعكس السؤال.
ما يقولش الضغط على السقف الكام. لا لا، هنا في المسألة اللي فاتت يروح مديك الدفع وانت جبت سرعة قبل التصادم مش كده؟ يقول لك وصلت بسرعة كام؟ وراح مديك تاخد الكرة على الأرض. اللي هو رد الفعل. اروح جايب منه قوة الدفع. قوة دفاعية. لا ده صح. ساعات يطلب زمن التلامس. ايوه. ما هو بيعكس السؤال، يروح بيديك هو اصلا رد الفعل. هم ثلاث حاجات بيتلعب بيها. هيدي لك اتنين يطلب التالت. فهو بيديك بقى عندك الضغط. فالضغط بيساوي قاف زائد كاف دال. طب انت عندك الدفع. وعندك الوزن، اقدر اجيب قوة الدفع. مديك الزمن. مش كده؟ يبقى اقدر اجيب الايه؟ زمن التأثير. اقدر اجيب الدفع. تمام؟ وجيب التغير في كمية الحركة. ما بقدر اجيبها عشان اجيب عندك سرعة عاوز اجيب المسافة التانية. اللي ارتدها. فانا هجيب السرعة بعد التصادم. وبعدين اقول ومن الدفع تجيب بعد التصادم فتعرف هو طلع مسافة قد ايه. ماشي. تعالى بقى زي ما قلنا نشوف المسألة دي بقى ايه اللي حصل. بيقول لك زمن الصدمة كمان 10 ثانية. تعالى نرسمها كده. نرسمها كده. هو الرسم على فكرة بيسهل لي. ادي السقف. طيب واحنا بنرسم كده عايزين ندخل معانا بدوي من القاهرة. أنا ايوه يا باشمهندس بدوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مستر؟ اهلا وسهلا. تمام مستر، كان عندي سؤال بس في الجسم على مستوى مائل. اتفضل. هو بيقول لي يتحرك جسم كتلته 200 كيلو جرام. بص يا بدوي هنكتب معاك. يلا بالراحة بقى. يتحرك جسم كتلته 200 كيلو جرام اعلى مستوى مائل الاملس. اعلى مستوى مائل الاملس. مائل الاملس. يميل على الافقي بزاويه قياسها 30. يميل على الافقي بزاويه قياسها 30. قياسها 30 تحت تاثير قوى مقدارها نيوتن. كام نيوتن؟ كام؟ هو كاتب لي كده. ايه كاتب لا إيه؟ ده دي احنا صححناها الحلقه اللي فاتت اللي في كتاب المدرسه. اللي في كتاب المدرسه. ما احنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا انها ناقصه. قاف نيوتن. قاف نيوتن. ايوه كمل. ماشي. في اتجاه خط اكبر ميل لاعلى بعجله مقدارها 2 متر كل ثانية تربيع. في اتجاه خط اكبر ميل لاعلى مش كده بعجله. ها وإذا نقص تأثير قوة النصف 2 متر لكل ثانية تربيع. أيوة. وإذا نقص تأثير قوة إلى النصف. وإذا نقصت. أيوة. هذه القوة إلى النصف. النصف. فإن الجسم يتحرك لأسفل المستوى. لا هو هنا بقى بيقول لك إيه؟ أوجد العجلة التي يتحرك بها الجسم الأسفل. السؤال مكتوب غلط في كتاب المدرسة. هو اصلا مدينا قاف يعني هو قاف مدينا. هو السؤال انا طلعتها ب 690. ماشي. السؤال ده مكتوب غلط في كتاب المدرسة يا بدوي. وهيصحح في الطبعة الجديدة. وهيصحح ان شاء الله في الطبعة الجديدة. بس خلينا دلوقتي في بدوي هيعمل ايه؟ احنا صلحناه. ولو شفت الحلقة بتاعت المرة اللي فاتت حلينا المسألة دي بعد تصليحها. بعد تصليحها. موجودة على طبعا هنشوفها على هو تصحيحها بقى يا بدوي ايه؟ ان انت هتجيب قاف. هي ما كانش موجود قاف دي انت جبت قاف بقى عندك نصها والجزء الاخير. هنا بقى الجزء الاخير اوجد العجله. المطلوب العجله. العجله مش مديك. كده مطلوب العجله. انا مديك العجله 1.45% او 2.45% صح؟ 1.45%. ايوه هتطلع بقى العجله ب 1.45%. العجله تطلع ب 1.45%. ايوه هتطلع ب 1.45%. ماشي تمام. حاجه ثانيه يا بدوي؟ لا مستر تسلم. اهلا بيك. شد حيلك ربنا. بس واحده ما افتكرت. يلا بقى على السقف الحجره. عايزين نرسمها بقى يا شباب. كره كانت على ارتفاع كام؟ 110 سنتيمتر. قذفناها بسرعه 840 سنتيمتر على الثانيه. هتصطدم. وجت لما اصطدمت ارتدت. اهو. لأرضية دي ده سطح الأرض في نص ثانية. وقال لك اللي ارتفاع الحجرة السقف عن الأرض كام؟ ارتفاع الحجرة 272 ونص سنتي. 272 سنتيمتر ونص ثانية. طبعا أنا أقدر أجيب السرعة قبل التصادم. طبعا أهو قبل التصادم بالسقف. يبقى عين تربيع عن صفر تربيع ناقص 2 دالفين.
الابتدائية 840 تربيع ناقص 2 في 980 في 110 هتطلع عين لما تحسبها ب 700 سنتيمتر على الثانية. الآلة دي سهلت لنا حاجة كتير يا أستاذ محمد. نيجي بعد التصادم بالسقف. هو عاوز يجي بسرعة بعد التصادم. فأنت عندك المسافة والزمن. يبقى أقدر أقول له فيه عن صفر نون زائد نص دال نون تربيع. ده 272 ونص. عن صفر عاوزها. نون بنص. زائد نص في 980 في نص تربيع عن بربع. هقدر اطلع عن صفر تطلع ب 300. اهي. يبقى في تغير في السرعه. يبقى في تغير في كميه الحركه. يبقى في دفع. يبقى في دفع. هو طالب ايه بقى؟ اوجد مقدار الضغط على السقف. يعني يبقى لازم اجيب قوه الدفع تربية. الاول. يبقى الاول الدفع كاف في عين اتنين زائد عين واحد. الكتلة عندنا كام؟ الكتلة 30 جرام. في 300 زائد 700. زائد 700 يبقى 30 في 1000 التمييز ضاين ثانية. طبعا عندي الدفع تاني بيساوي ق في نون. 30 في 1000 ق عاوزها. نون مديك الزمن كام؟ الزمن 10 سنة. يبقى ق 30 في 10 أس 4 ضاين. لو عاوزها بالنيوتن هيبقى ق في 30 في 10 أس 4 على 10 أس 5 يطلع ب 3 نيوتن. تمام. عاوز الضغط بقى زي ما احنا بقينا اساتذه. خلاص. الضغط ق ناقص ك د. قاف اللي هي 3 نيوتن ناقص كاف اللي هي 30 على 1000 في 9.8 هيطلع ضاد هتساوي 2706 من 1000 نيوتن. حلو. كلام بسيط وسهل. طب انا جيت عملت ايه بقى حاجه تانية؟ اللي جايه بقى تبقى مختلفه عشان فيها حركه على مستوى مائل. يعني تعالى بقى نشوفها المستوى المائل دي هتفرق ايه عن اللي فاتوا. شوف هنستخدم بقى الحاجات اللي خدناها حاجز بقى. يقول وضعت كوره ملساء كتلتها 700 جرام عند قمه مستوى املس يميل على الافق بزاويه جبهه 5 وتركت لتتحرك من السكون في اتجاه خط اكبر ميل وبعد ان تحركت مسافه 2 متر صدمت حاجزا مثبتا في وضع عمودي على خط حركتها فارتدت مسافه 50 سنتيمتر قبل ان تسكن لحظيا. اوجد دفع الحاجز للكره وكذلك مقدار الضغط الكلي للكرة على الحاجز. بص دفع الحاجز للكرة والضغط الكلي للكرة على الحاجز إذا كان زمن التلامس 1/20. موجود على فكرة في كتاب المدرسة المسألة دي. موجود. بس في كتاب المدرسة قال لك عند الأرض يعني مثلا مديك مستوى مائل قمته ألف فوق ونهايته ب. نفس المسألة. بس الحاجز هنا مختلف. الحاجز هنا في النص. يعني ما هنا عند عامل إزاي؟ أهو. ادي مستوى مائل. هناك كان مديله طول المستوى نفس الفكره دي على فكره. هي الرسمه ده شيء اساسي في الحل هنخلي معانا لانه بيتصل من سوهاج الباشمهندس احمد بس نشوف طلباته ايه. اهلا بيك يا باشمهندس احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عندي مساله. اؤمر. بس ما ينفعش مليها عشان هي مرسومه اصلا. طب موجوده فين؟ في كتاب المدرسه مثلا؟ طب معلش كلمنا تاني يا احمد في انتظار مكالمتك. يلا يا استاذ شعبي. ما يقول لنا رقم في ادام هو هيرجع يكلمنا بقى. ما مشكله المسائل المرسومه ديت صعب ان احنا نتملاها بس اكيد في دليل التقويمه في البوكليت في كتاب المدرسه. بص ادي الحاجز اهو الحته دي 2 متر ده اهي. فالكره ديت اللي هي كتلتها 700 جرام اصطدمت بالحاجز. وارتدت بس ارتدت مسافة 50 سنتيمتر. يبقى في سرعة قبل التصادم وفي سرعة بعد التصادم. بس قبل التصادم هنا هناك كان بيتحرك رأسي.
فبتحرك بعجله الجاذبيه الارضيه. انما هنا مش بعجله الجاذبيه الارضيه بس. يبقى دال جا ه عشان على المستوى المائي الاملس. نرجع بقى احنا قلنا مرارا وتكرارا لو صاعد تحت تاثير وزنه فقط على مستوى المائي الاملس يبقى طالع بعجله ناقص دال جا ه، لو هابط على مستوى المائي الاملس تحت تاثير وزنه فقط نازل بعجله. يبقى شوف الجسم هابطا على مستوى مائي الاملس هيبقى اذا ج بيساوي دال جا ه، فانا عندي دال هيبقى 9.8 في خمس عشان جايب خمس بواحد 96% متر على الثانية تربيع. طب انا عندي المسافة يبقى اقدر اقول له كده عين تربيع عن صفر تربيع زائد 2 ج في هنا بقى عن صفر بصفر 2 في واحد 96 في فيه باتنين هتطلع عين لما تجيبها هتطلع باتنين وتماما عشرة اهو متر على الثانية. بعد التصادم هترتد بعجلة ايه بقى؟ سالب العجلة اللي انا جبتها اللي هي سالب 1.96% وعندك المسافة اللي ارتدها ما زال مستوى المائل يا استاذ محمد زال مستوى الرأس بس هنا دال وهنا سالب دال هنا دال جاي وسالب دال جاي. يبقى عندنا بعد التصادم بالحاجز يبقى عين تربيع عن صفر تربيع زائد 2 ج ف بعد صفر هيبقى اذا العجل عشان الطالب برضو ياخد منه 1.96% بس بالسالب. النهايه بصفر الابتدائي عاوزها ناقص 2 في 1.96 في فيه 50 على 100 عشان بالسنتي يبقى عين صفر هتطلع ب 1.4 اهو. يبقى انا عندي دي هترتد بواحد واربعة من عشرة متر يبقى الصور اتغيرت باتنين وتمانية لواحد واربعة يبقى في دفع يبقى الدفع كاف في عين اتنين زائد عين واحد الكتلة 700 على 1000 عين اتنين واحد واربعة زائد اتنين وتمانية هيطلع الدفع لما نحسبه باتنين 94% نيوتن ثانية. هذا الدفع بقى بيساوي خف نوت. فقال لك زمن التأثير كام؟ 21. في حتة بقى صغيرة هنا الطلبة تاخد بالها منها هيبقى الدفع خف نوت ماشي. يبقى 2 اللي هي 2 94 قاف نون بواحد على 20 يبقى 2.94 في 20 هتطلع بكام؟ ب58.8 نيوتن. الحته بقى جديده حته خطيره بقى بتاعت الضغط الكلي للكره على الحاجز. وهنا لازم نفرق ما بين الكره نازله فخبطت في حاجز ولا طالعه وخبطت في حاجز. لانها لو نازله زي الرسمه بتاعتنا وخبطت فيبقى الضغط بيساوي كاف دال جاهي زائد مركبه الوزن. لكن لو هي طالعه خبطت في حاجز برضه مركبه الوزن بس تبقى بالسالب. تبقى سالب يعني تبقى قاف ناقص كاف دال اللي هي الجدال هنا ان الطلبه بنفتكرها انها كاف دال. لا ده مركبه الوزن. ما كانت كاف دال ماشي بس كان اسمه الوزن. هنا الوزن بقى المركبه بتاعته مش كاف دال هو اللي بيأثر على الدال. عايزين مين يشترك معانا في الحوار المهم ده يثري اكتر من كفر الشيخ معانا باشمهندس محمد. اهلا بيك يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا استاذ عندي مساله. اؤمر. بقول الدرع واقف مسنون الطبقتين. لا انت صوتك بعد. سؤال في ايه؟ استاتيكا ولا ديناميكا يا محمد؟ ديناميكا. يلا على ايه؟ على لو قانون نيوتن. نيوتن منين؟ من دليل التقويم مثلا معانا اهو او من كتاب مدرسة؟ في ايه مسألة رقم كام وصفحة كام؟ يوصل 294 في كتاب المدرسة صح؟ طب اتفضل قول يا محمد. درع واقف مسنون الطبقتين مستحيل. طبقتين ملتحمتين المقاومه بتاعت الاولى كذا والثانيه كذا. دي في التصادم دي يا ابني في اللي هو التغير في كميه الحركه اللي هو التغير في فتره الحركه بيساوي الشغل مش هي ديت؟
ناخدها منه، ناخدها منه شعبان. اتفضل قول يا محمد. طبقتين ملتحمتين متغلطتين. طبقتين ملتحمتين. علي صوتك شوية لو سمحت. منتظمتي السمك والكثافة. منتظمتي السمك والكثافة. من الحديد والنحاس. حديد ونحاس. هناخدها دي قدام بس والنحاس. بس دي هناخدها في مبدأ الشغل والطاقة يا محمد. هعملها لك. هعملها لك يا محمد. يا أحمد. ماشي. هي سهلة جدا على فكرة المسألة، ومسألة مهمة وتيجي في الامتحان، بس هي بتتحل أسرع لما ناخد الطلاب في طاقة الحركة، أسرع من الحل اللي ممكن نحله النهاردة. لو عاوز النسبة بين مقاومة احنا ممكن نحلها النهاردة، احنا ممكن نحلها النهاردة. بقول نسبة ان مقاومة الحديد 7% مقاومة النحاس. ايوه هي بتتحل أسرع في سطر واحد بس لما تبقى عارف الطلاب في طاقة الحركة بيساوي الشغل لكل المبذول. هبقى لك يا محمد ان شاء الله نبدا الشغل الطاقه. اول ما ناخد التغير في درجه الحركه الجزء الاخير هنحل المساله دي، وهي كده كده هتبقى موجوده معانا يعني. حاجه تانية طب يا محمد؟ لا لا خليك بالتوفيق. ماشي. شد حيلك. ماشي اتفضل. عايزين نكمل يا استاذ شعبان كلامنا اللي كان مهم. احنا كنا بنتكلم عن الحاجز لو الكره خبطت فيه اثناء الهبوط، ولو خبطت فيه اثناء الصعود على المنحدر المائل ده. يبقى في الحاله دي بقى قلنا ايه؟ يبقى الضغط عباره عن قوة الدفع زائد مرتبة. ولو محمد يعني لو محمد مثلا عايز دلوقتي لسه احنا ما شرحناش التغير، بس هو واضح انه واخد التغير في ضغط الحركة، فهو السطر اللي هيتحل بيه السؤال طاقة الحركة النهائية ناقص طاقة الحركة الابتدائية بيساوي ناقص ميم واحد في ف ناقص ميم اتنين في ف التانية بس. والكلام ده نوضحه ان شاء الله يعني دايما بنقولها جاي. طيب يبقى قاف زائد مركبة الوزن بقى. هو هنا الطلبة بقى بتغلط ايه؟ افتكرها زائد كاف دال. زائد كاف دال تمام. فانا عندي قاف جبناها 58 وتمام العشر زائد الكتلة 700 على 1000 في 9 و 8 في 5 هيبقى الضغط الكلي 60 و 172 نيوتن. لو عاوزه بالسكر كيلو جرام هيبقى 60 في 172 على 9 و 8 هتطلع 6.14 سكر كيلو جرام. ده كان الضغط الكلي اللي مطلوب في المسألة. وهننطلق بقى للجزء الثاني من نوعيات المسائل المختلفة اللي معانا النهاردة، لكن اسمح لنا يا استاذ شعبان بس نرجع نكمل كلامنا ده بعد ما نرتاح شوية ونريحهم مننا كمان شوية، نكمل كلامنا في موضوع الدفع والتصادم بعد فاصل صغير ان شاء الله. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه لنستكمل ما قد بداناه في الموضوع الشيق، موضوع الدفع والتصادم. لكن اسمحوا لنا في البدايه وقبل ما نستكمل الامثله اللي عندنا هندخل معانا الباشمهندس حسن من الوادي الجديد. اهلا بك يا باشمهندس حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان عندي مساله تتعمل. طبعا اتفضل. في ايه بتقول؟ مساله التكوين. أول مسألة في دليل التقويم في الديناميكا ولا الاستاتيكا؟ لا الديناميكا. في الديناميكا أول مسألة في أول امتحان. اللي حلناها برضو الحلقة اللي فاتت نحلها لك تاني. اللي هي معادلة الحركة ج بيساوي 2 عين، فإن السرعة عين تعطى بدلالة الزمن. بص يا حسن، هو إحنا مش هنشتغل في العجلة شخصياً، إحنا هنشتغل في الأربع اختيارات. ده أسلوب جديد للحل. واشتق بقى. أنت هتشتق كل اختيار من دول على اعتبار ان انا مش هقدر اتعامل مع المعادله بتاعت الحركه طول ما هي ج بيساوي داله في العين كده، ما عنديش حاجه اعملها يعني. فانا هجرب ا وهجرب ب وهجرب ج وهجرب د اللي هتنفع فيهم تحقق العلاقه. تقريبا د اللي هتنفع. هي كانت د على ما اتذكر. د اللي هتنفع. طب هي مش هتتحل من غير الاختيارات؟ يعني بص نعم يا لا حسن. لا ما ينفعش. لا السؤال ده ما ينفعش اصلا انا اقول لك حله لو مش مدي لك اختيارات، طبيعه السؤال ده كده. يعني انت هتجرب كل واحده منهم وهتلاقي مثلا دال دي لو قدامك دلوقتي عين ه اس ناقص 2 نون بيساوي عين صفر تمام؟ واخد بالي. هي دي اللي هتكون صح لانه انت لما هتشتق هيطلع لك ان العين هنا استاذ شعبان كده بسرعه اهي اهي قدامك اهي مش هي ديت يا حسن؟ هي دي. ايوه ممكن في دقيقه كده يعني. اللي هو جسم يتحرك بحيث كانت معادلته الكلام ده فان عين تعطى بدلاله الزمن نون. أيوة. من الاختيارات دي هتمسك الاولات تمسك الاولانيه هتشتقها مشتقه السرعه العجله مش هتحقق الثلاثه دول مش هيحققوا. خلينا في اللي هتحقق عشان تاخد خمس ثواني على طول معايا حسن؟ مع حضرتك. جرب كده اللي هي عين بتساوي عين في ايه اس ناقص 2 نون بيساوي عن صفر
هيبقى الاولى في مشتقة التانية. ايوة. يبقى عين. دي اللي صح. ده الاختيار الصح. سالب اتنين في هي اس سالب اتنين نون. ايوة. زائد التانية. هي اس ناقص اتنين نون. في مشتقة الاولى اللي هي العجلة. مشتقة العين عجيب. اقسم على هي اس اتنين نون. هي اس سالب اتنين نون. هتروح اهو. يبقى سالب اتنين عين زائد جيم بتساوي صفر. ودي ناقص جيم بتساوي اتنين عين. فالوحيدة اللي نفعت هي الدال. عملنا الحركات دي في الاولى والتانية والتالتة ما كانتش نافعة. ما طلعش منها جيم بيساوي اتنين عين. ماشي يا حسن؟ ماشي. مفهوم؟ هو البخل اتغير ولا لسه قاعد هو؟ اتغير ازاي؟ هو بيقول ان هو لا 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 ده الامتحان هيبقى في شكل البوكلت النموذج الاسترشادي اللي موجود في ايدك ده. هو ده شكل امتحان اخر السنه ان شاء الله. هيكونوا 18 سؤال باذن الله. هو الفكره ان هو في هيبقى فيه اختياري. اختياري ممكن في نفس السؤال. نوع الاختياري ايه؟ هل انت هتختار سؤال كامل ولا لا؟ لسه مش عارفين. ماشي شكرا جدا. اهلا بيك يا حسن، شد حيلك وبالتوفيق. يلا استاذ شعبان بقى المساله اللي قلنا عليها في بدايه الحلقه اللي موجود زيها في كتاب المدرسه في اخر مساله في التمارين. ايوه. بس انا ايه؟ احنا عدلنا بقى. عدل صعبتها شوية. هي بتقول ايه؟ كرة كتلتها. طب قبل ما نقراها احنا بس النقطة الخلافية كانت ايه؟ ان اخر مسألة للمرة الاخيرة اهو في كتاب المدرسة في تمارين الدفع ما كانش السؤال واضح ولازم هيتعدل السنة الجاية. كان بيقول عايز دفع. الدفع وبس. لازم يحدد. يا الدفع لحظة التلامس. يعني دفع سطح بتاع الماء او سائل ولا دفع الماء نفسه. لا هو الدفع سطح ده حاجه وده حاجه. سطح السائل على القوه. لو عايز دفع سطح السائل يبقى كف عين ناقص عين. لكن دفع السائل نفسه يبقى كف عين النهائيه تحت. بعد مضي ثانيه ناقص عين. ماشي. لحظه الارتطام. هنا بقى انا عملتها ازاي بقى؟ كره كتلتها 500 جرام سقط من ارتفاع 2.5 متر على سطح سائل فغصت فيه وسكنت بعد ثانيه واحده. نفس الاسلوب اللي فات من لحظة الغوص. وكان مقدار دفع السطح السائل على الكرة. بس في الكتاب معلش انا احب اكد تاني. مش مكتوب دفع السطح. لا دفع السائل. وده خطأ. لازم السؤال يعني عمري انا احب اطمن اللي بيتفرج. لان كذا حد سألني على فكرة. في النقطة دي بيقولك انا في كتاب كذا عاملها بالشكل الفلاني. وفي كتاب تاني عاملها بالشكل. وكتاب المدرسة عاملها شكل تالت. هو السؤال نفسه هو اللي غلط. السؤال عشان يبقى صح عشان شعبان حدد يبقى محدد. تقولي دفع سطح السائل اقول لك عين وعين. لكن دفع السائل شخصيا هيبقى هضطر ان انزل تحت مسافه. فهنا وكان مقدار دفع سطح السائل للكره 1.5 متر. هنا بقى انا هو مديك الدفع. هناك هو عاوز يجيب الدفع على اساس ان هو مديك الزمن ومديك المسافه اقدر اجيب الايه السرعه في البدايه. لا هنا الدفع شخصيا موجود ب 1.5. يوجد مقدار مقاومه السائل للكره. تمام. يعني دي اشد شويه. اهو ادي الكره سقطت من ارتفاع 2.5 ودخلت جوه السائل كده. تمام. يبقى انا اقدر اقول له كده ده سقطت من ارتفاع 2.5 متر. يبقى قبل التصادم بسطح السائل عين تربيع عن صفر تربيع زائد اتنين دلفين. صفر اتنين في تسعة وتمانية في اتنين ونص هتطلع عين بسبعة متر على الثانية. لو انا جيت فرضت متجه الوحدة هي كده هو مديك بقى دفع سطح السائل على الكرة يبقى يساوي بقى ايه؟ التغير في كمية حركة الكرة. مش دافع السائل. دافع سطح السائل. سطح السائل على الكرة هتعرف كمية حركة الكرة. دفع السائل انا فرضت الدفع على الكرة يبقى سالب 1.5. خد بالك من سالب دي. هيساوي تعرف كمية حركة الكرة يبقى كاف في عين اتنين ناقص عين واحد. يبقى سالب 1.5. الكتلة هنا كام؟ 500 جرام. يبقى 500 على 1000 في عين 2 اللي انا عاوزها اللي هي بعد الايه لما دخل جوه السائل ناقص 7. دي مع دي فالاتنين يبقى سالب 3 بتساوي عين 2 ناقص 7. اذا عين 2 7 ناقص 3 يطلع ب 4 متر على الثانية. يبقى هتخش جوه السائل بسرعة 4 متر على الثانية. تمام؟ تمام. طيب
عايز مقدار مقاومة السائل. مقدار مقاومة السائل طبعا هي وصلت سكنت بعد واحد ثانية. اقدر اجيب العجلة داخل السائل. اهو دلوقتي عندي سرعة ابتدائية وسرعة نهائية. يعني لو انا جيت اهو ادي. لا هنجيب العجلة ليه؟ عشان احنا ناويين نشتغل بمعادلة حركة كاف د. هنا السرعة يعتبر ابتدائية داخل. قبل ما نرسمها احنا ليه هنجيب العجلة؟ علشان هو عايز المقاومة فانا لازم اعمل له معادلة حركة جوه السائل. كاف د ناقص الميم. ما جوه السائل في قوتين يا استاذ محمد بيأثروا. كاف د وزن الكرة. ايوه والمقاومة. والاتجاه لاسفل. واتجاه لاسفل طبعا. يبقى كاف د ناقص ميم بيساوي كاف ج. بس انا ما عنديش ج فانا هروح اجيب ج. سكن يعني سرعته ان هي. يبقى انا جبت السرعه لحظه بعد تصادمه عشان اشغلها في معادله حركه. ايوه 4 متر على الثانيه. يبقى داخل السائل. ايوه عندنا هو عندنا هتبقى عين بتساوي عن صفر زائد ج ن. طب هو سكنه بعد واحد ثانية. ايوه عن صفر بكام؟ باربعة زائد جيم في نون بواحد يبقى جيم بسالب اربعة متر على الثانية تربيع. طيب معادلة الحركة بقى هنا كاف دال كاف دال ناقص ميم بيساوي كاف جيم. كاف اللي هي بقى عندنا وبالتالي يبقى ميم بيساوي كاف دال كاف دال ناقص كاف جيم يبقى نص في 9 و8 ناقص نص اللي هو 500 على 1000 يعني في جيم في سالب 4 هيبقى عندنا 4 و9 زائد 2 يبقى 6.9 نيوتن. حلوة. الموضوع سهل وبسيط وكويس ان احنا نوهنا على التغيير اللي هيحصل في المسألة دي لانه كتير من الطلبة خصوصا المتفوقين بيبقوا طبعا بيحب يشوف الاجابات في اماكن مختلفة فهو الحقيقة فيها اختلاف الاجابه نتيجه اختلاف تصور اللي بيحل. هو مش غلطان اي حد عمل. لا لا صح تصور صح. اللي بيحل لطبيعه السؤال فواحد تصور انه المطلوب وده غلط في السؤال. تصور ان المطلوب عايز الدفع لحظه التلامس والتاني لا الدفع جوه في خلال الثانيه دي والاثنين صح. عشان كده حتى قبل ما نعمل التعديل ده انا فرضت من نفسي كده انه انا هحل الحلين الدفع لحظه التلامس والمصحح بقى يختار. بس عايزين ننوه عن حاجه انه طلبة العلمي عندهم بكرة أولى حلقات المراجعة النهائية في الكيمياء مع الزميل العزيز خالد عبد العزيز الساعة واحدة فترة من 1:30 إلى 2:30 وده طبعا معاد البيولوجي اللي هيرجع الأسبوع اللي جاي في معاده. معاد الكيمياء زي ما هو يوم الجمعة من 8 إلى 10 لكن بكرة كحلقة استثنائية هيكون أولى حلقات المراجعة من 1:30 إلى 2:30. نستكمل بقى كلامنا يا أستاذ شعبان. آخر بقى مسألة في الدفع عجبتني قبل ما نخش في التصادم. بتقول ايه بقى المسألة؟ سقطت كرة ملساء كتلتها 50 جرام. من يد رجل يقف داخل مسقط. من يد رجل يقف. داخل مسقط. قبل ما نقرا كده المسألة ناخد معانا من الأقصر أحمد شوفوا بس طلباته ايه. ايوه يا باشمهندس أحمد. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش معايا مسألة بس دليل التقويم. ايوه. اللي هي رقم 9 نمرة 10 صفحة 19. تعالى كده معانا نمرة 10 صفحة 19. حاضر يا احمد. ليه وضع جسم كلتيته كيلو جرام واحد؟ صفحة 19؟ منطاد كتلته 105 كيلو جرام. هي دي المسألة؟ نحلها لو استاذ شعبان مسألة سهلة. بيقول لك منطاد كتلته 105 كيلو جرام. ايوه. يتحرك حاضر يا احمد. يتحرك رأسيا لأسفل بعجلة منتظمة 98 سنتيمتر على الثانية تربيع. وعجلة منتظمة كم؟ 98 سنتيمتر على الثانية تربيع. اوجد مقدار قوة رفع الهواء المؤثرة على المنطاد. قوة رفع الهواء. رفع الهواء. بثقل الكيلوجرام. دي سهلة طبعا. طبعا هنا هيبقى عندنا لا لا لسه المسألة بقى. وإذا سقط من المنطاد جسم كتلته مسألة احنا حللناها قبل كده. وإذا سقط من المنطاد جسم كتلته 35 جسم كتلته 35 35 امتى؟ 35 كيلو جرام عندما كانت سرعة المنطاد 490 سنتيمتر على الثانية. سرعة المنطاد 490 490 سنتيمتر على الثانية. يوجد المسافة بين المنطاد والجسم
المنفصل بعد 20 على 7 ثانيه من لحظه الانفصال. احنا طبعا رغم ان احنا حليناها قبل كده بس ما فيش مانع نقوله فكرتها تاني بسرعه كده في عجاله حتى لو رسمه هتوضح الحل. هيبقى هنا في كف دال وهنا في قوه رفع الهواء اللي فوق. بص يا احمد كده في الرسمه احمد يا باشمهندس احمد. ايوه انت سبتنا رحت فين؟ لا الرسمه هو ايه مشكله المساله دي؟ هي مساله سهله على فكره يا احمد ومهمه في نفس الوقت وهوريك الرسمه. يا استاذنك استاذ شعبان كده يعني نعمل بس رسمه كبيره وهو هيفهم. ادي ده منطاد طالع ده هابط باين يتحرك راسيا كاف دال وادي قاف حلو صح كده؟ بس المنطاد ده بيتحرك راسي بعجله مقدارها 98 98 سنتيمتر على ثانيه تربيع. يبقى انا اقول له كاف دال القوه المؤثره واضحه ايه بقى؟ في قاف وفي كاف دال واعمل لنا اتجاه الحركه ونبص شعبان لتحت. ايوه نساوي كف جيم تمام. الكتلة عندنا 105 في 9 و8 ناقص قاف بيساوي كاف 105 في جيم 98 على 100 اجيب قوة خلاص دي خلاص يا احمد تمام. اذا سقط بقى منه جسم كتلته 35 من ال 105 يبقى اصبح في حركة جديدة. سقط امتى بقى؟ لما كانت سرعة المنطاد 490 مش كده؟ يبقى عندنا سرعة المنطاد في اللحظة بتاعت السقوط 490 سنتيمتر على الثانية. عاوز ايه هو بقى؟ عندما جه سرعة الكلام بعد 20 على 7 ثانية من لحظة الانفصال عايز المسافة بين المنطاد والجسم. المنطاد بقى هنا هيتحرك بسرعة ابتدائية وبعجلة تكسيرية. هقول له كاف دال ناقص قاف يعني دلوقتي هيكون عندنا حركتين عشان احنا معانا هيكون عندنا حركتين الاثنين نازلين. المنطاد هينزل بس مش نفس النزول الاولاني كان ماشي بعجله الوضع جديده لانه كتلته قلت يا احمد تمام. فهينزل بعجله جديده هنجيبها لك حالا ثم الجسم المنفصل اللي هو 35 كيلو جرام انفصل هينزل بسرعه ابتدائيه وبعجله بسرعه ابتدائيه هي سرعه البالون لحظه الانفصال يعني 490 سنتيمتر على الثانيه بس نازل مع نفسه بقى ما فيش حاجه بتحركه نازل بعجله السقوط الحر 9.8 متر على الثانيه. المهم هجيب العجله الثانيه ديت هتبقى الكتله اطرح 35 من 105 يبقى كام؟ 35 يبقى 0 يبقى 70 70 في 9.8 ناقص قاف عندي اللي انا جبتها في الاول يبقى قاف هنا معلوم وكاف 70 في جيب شرط اروح جايب جيب شرط وعندك الابتدائيه اقدر اجيب المسافه تمام. هشتغلها معادلتين يا احمد بعد زمن 20 على 7 الجسم المنفصل قطع مسافه كام؟ تمام. والبالون قطع مسافه كام؟ وهطرح المسافتين يديني البعد بينهم بعد مضي 20 على 7 ثانيه. عايز تفاصيل اكتر من كده ولا مفهوم؟ لا شكرا. اهلا بيك يا احمد. انت ليه احمد صوتك زعلان ولا يعني الان؟ لا صوتي كده. انا شفت انت ابتسمت ازاي. ربنا معاك ويوفقك يا احمد شد حيلك وفي انتظار مكالماتك في الحلقات اللي جايه. اتفضل ماشي. يلا بقى استاذ شعبان نشوف المساله اللي كنا عايزين نبداها. سقطت كره ملساء كتلتها 50 جرام من يد رجل يقف داخل مصعد كهربي يتحرك راسيا لاسفل بسرعه منتظمه. حلوه دي حلو. كنا قلناها العام الماضي برضو بس وفي ناس سالت فيها كتير. اللي حصل بالظبط ايه؟ طب احنا ما قريناهاش. ما انا برضو ادي هنا ادي المصعد والنقطه ديت يد الرجل اهو. حلو. على ارتفاع من سطح ارضيه المصعد 90 سنتي. اهو اهو رأسيا لأسفل بسرعة منتظمة. عندما كانت الكرة على ارتفاع 90 سنتي من أرضية المصعد. أيوه. احسب الزمن الذي تستغرقه الكرة للوصول للأرضية. دي عايز تركيز. هو في حتة كنا قلناها قبل كده يا أستاذ محمد. لو في عندك جسم وفي جسم أهو. ده ماشي بعجلة وده ماشي بسرعة منتظمة. يبقى هيتلاقوا بعد زمن معين في المكان ده. فلو فرضت دي فيه واحد. ودي فيه اتنين يبقى فيه واحد ناقص فيه اتنين يديك البعد بينهم. اكيد هي نفس الفكره دي بس بدل الافقي راسا. بص هنا بقى اهو ايد الراجل فين؟ ايد الراجل اهو على مسافه 90 90 يبقى طبعا الكره نزلت
نزلت بايه بقى؟ بسرعه ابتدائيه 30 سنتيمتر على الثانيه. مش كلمه سقط يعني ابتدى من السكون، لا ده ابتدى من السكون ده لما يبقى واقف في الشارع. اه لكن ده جوه مصعد ومصعد متحرك. يبقى كل الاجسام اللي داخل مصعد بتكتسب سرعه المصعد. تمام، وهو سرعته منتظمه. اه يبقى معنى كده ان الكره ديت لما تسقط بسرعه دي اول حته فنيه 30 سنتيمتر على الثانيه. ده عشان المصعد متحرك بسرعه منتظمه. تمام. افرض هتلاقوا في المكان ده ارضيه المصعد بقى كده، يبقى هنفرض ان الكره دي وصلت لارضيه المصعد بعد زمن نون فيه واحد، ودي نزلت فيه اتنين. لو انا جبت فيه واحد وفيه اتنين الفرق بينهم يطلع 90، يبقى نقول كده نفرض ان الكره تصل لارضيه المصعد بعد زمن نون. اقدر اجيب المسافة عن صفر نون زائد نص دال نون تربيع. يبقى فيه واحد عن صفر بتلاتين في نون نص في 980 نون تربيع. هيطلع فيه واحد 30 نون زائد 490 نون تربيع. طب ارضية المصعد دي مش ساقطه بقى، متحركه بسرعه ايه منتظم. يبقى يعني فيه بتساوي السرعه في الزمن. يبقى فيه اتنين عباره عن 30 نون. المفروض بقى فيه واحد ناقص فيه اتنين يساوي 90. اهو واحد يقول لك طب اشمعنى الكره اللي ما نزلتش زي الارضيه بتاعت المصعد؟ عشان ده سبعه الجاذبيه الارضيه متحرك بسرعه منتظمه. انما الكره مش نازله بسرعه منتظمه، ماشي بعد الجاذبيه الارضيه. طب وازاي متحركه بعجله الجاذبيه الارضيه وهي جوه الصندوق عادي؟ ما هي متحركه مش في ارضيه الصندوق كمان، ده هي متحركه لاسفل جوه علبه، ايه المشكله؟ بس اسمح لي واحنا بنكمل مساله استاذ شعبان عشان بيتكلم من سوهاج محمد. نشوف بس لو دي طلب نعرف. باشمهندس محمد من سوهاج، اهلا بيك يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اه محمد، معايا مساله في البقره. نعم، معايا مساله في البقره. طبعا اتفضل. مساله ايه؟ البقرات. بقر. تطبيقات على قوانين نيوتن. اتفضل يا محمد. جسمان كتلتاهما. جسمان ايه كتلتاهما؟ 420 جرام 560 جرام. 420 و 560 جرام. مربوطان في طرفي خيط. مربوطين في طرفي خيط خفيف. طرفي خيط يمر على بقرة صغيرة ملساء. بقرة صغيرة ملساء. يلا. بدأت المجموعة الحركة من السكون. بدأت المجموعة حركتها من السكون عندما كان الجسمان في مستوى أفقي واحد. لما كانوا في مستوى أفقي واحد. وبعد مرور ثانية واحدة. وبعد مرور ثانية واحدة قضى الخيط الوافي بينهم. عاوز المسافة بينهم بعد واحد ثانية. تمام. حاضر حاضر يا محمد. انت بس يا محمد انا عايز الوم عليك انك ما بتتابعش الحلقات، لان المساله دي في كتاب المدرسه واحنا حليناها شخصيا. انا ما بتابعش الحلقات. ما بتتابعش صح؟ لا بتابع عرض مصر الحلقات كان معايا ظروف. حاضر نحلها لك يا محمد عينينا بس. يعني خليك نكمل اللي احنا فيه دلوقتي، والمساله دي كده كده اتحلت نصا كده الاسبوع اللي قبل اللي فات. ايوه كده. لو عايز ترجع للحلقه ارجع لها، لو عايزنا نحلها لك برضو اهلا وسهلا. تحب ايه؟ موجود. عندك سؤال تاني؟ لا تمام كده شكرا. شد حيلك يا محمد. دي موجوده في كتاب المدرسه مش كده؟ يلا. تمام. يلا بقى. هو فكرنا برضو بسرعه كده، انت هتجيب العجله وبعدين هتجيب السرعه لحظه قطع الخيط بعد واحد ثانيه، وهتجيب المسافه كل واحده اتحركتها بعد كده. عشان هم بادئين من نفس اصل هو ابتدوا كده. ده ينزل مسافه، ده يطلع نفس المسافه. برضو عشان برضو نوضبها له. ده هيمشي بقى بسرعه ابتدائيه وبعاده الجاذبيه الارضيه مسافه كذا. هجيب المسافه دي وده هيطلع وينزل. وهقسم المسافتين. بعد ثانيه يا محمد قطع الخيط. فهو بعد ثانيه ده السرعه بعد ده ينزل مسافه وده هيطلع يطلع المسافه بالسالب بتاعها. طيب نرجع المساله بتاعتنا. هيبقى فيه واحد بقى ناقص فيه 2 بيساوي 90. في واحد اللي هي 30 نون زائد 490 نون تربيع ناقص 30 نون هتساوي 90. يبقى 490 نون تربيع هتساوي 90. يبقى نون تربيع 90 على 49 يبقى نون ب 3 على 7. يبقى المطلوب الاولاني بيقول لك ايه؟ اوجد زمن وصول الكره لسطح الايه؟ لارضيه المصعد.
طلع 3 على 7 ثانية. اه في حاجة كمان عايز الدفع الناتج عن تصادم الكرة بالأرضية. اه ما هيستقرت بقى. يبقى الدفع هيبقى كاف في عين 2 ناقص عين 1. الكتلة 50 جرام. 50 جرام. ماشي. لما استقرت هتمشي بسرعة المصعد، السرعة التانية يبقى 30. ناقص هجيب بقى ايه؟ السرعة بعد 3 على 7 ثانية. اه يبقى عين بتساوي عن 0 زائد دنون. صفر دال 980. تاني مرة واخر مرة هي السرعة الابتدائية مش بصفر. لا بتلاتين. يبقى 30 زائد 140 يبقى 420. اشوف انا كنت هاخد ما اخدش بالي اهو. 450 سنتيمتر على الثانية. يبقى 450 اهي. يبقى 50 في سالب 420. هيطلع سالب 0 0 0. واحد اتنين ضاين ثانية. تاني لما جبت السرعة لحظة وصول الارض بتاعت الكرة وصلت بربعمائة وخمسين وبعد كده مشيت مع المصعد اللي هو ماشي بتلاتين. بس ناخد بالنا زي ما الاستاذ محمد ان السرعة الابتدائية بتاعت الكرة اللي سقطت مش بصفر بتلاتين. تمام. تعالى بقى كفاية الموضوع ده خلاص قتل بحثا وعايزين نخش على التصادم بقى شوية. التصادم. اول حاجة في التصادم بيقول لك اذا تصادمت كرتان ما الثوان. اذا تصادمت كرتان ما الثوان فان مجموع كمياتي حركاتهما لا يتغير نتيجة التصادم. بمعنى ان مجموع كمياتي الحركة بعد التصادم بيساوي مجموع كمياتي الحركة بالتصادم. معنى الكمية الحركة مجموع كمية مش هتغير، يبقى مجموع كمية الحركة قبل التصادم بيساوي مجموع كمية الحركة بعد الايه التصادم. او بعد بيساوي قبل. تمام. على فكرة انا بحب استنتج القانون ده عشان فيها شوية حاجات هتنفعنا في المسائل. دلوقتي ادي كرة اصطدمت بكرة تانية، دي سرعتها قبل التصادم عين واحد متجه، عين اتنين متجه، ده كتلتها كاف واحد، ده كتلتها كاف اتنين. حسب قانون نيوتن الثالث لكل فعل رد فعل، بيساوي في المقدار ومضاده في الاتجاه. فالجي الكرة الأولى هتأثر على الكرة الثانية بقوة، يقابلها قوة من الكرة الثانية على الأولى. لو ضربتها في زمن التأثير يديك دفع. صح. لذلك بقول كده دفع الكرة الأولى على الثانية يساوي سالب دفع الكرة الثانية على الأولى. يعني لو كان دي دال يبقى دي سالب دال. ده الاستنتاج بتاع القانون، مش مقرر على الطالب يستنتج. بس احنا الفكرة اللي بنشتغل بيها دي ممكن نحتاجها نشتغل بيها في مسائل. فوت المسائل. مش هقول لك استنتج ولا حاجة. لا لا لا. هناخد بس من سوهاج عبد الله. نشوف بس طلباته. ايوه عبد الله، باشمهندس عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك استاذ محمد؟ اهلا وسهلا. ازيك استاذ احمد؟ ازيك استاذ احمد؟ اهلا ازاي؟ هو سمحت معايا سؤال في سلك المدرسه. اتفضل. هو صفحه 173 صفحه رقم 24. حلو. رقم 24. سمعت استاذ محمد يعني عاوز اسال في الرياضه، عاوز اراجع ازاي؟ عايز تراجع؟ يعني اراجع الامتحانات اللي في نهايه كل كتاب، كل كتاب تفاضل وتكامل جبر وهندسه فراغيه استاتيكا ديناميكا في نهايته اختبارات عامه. هنخلص الاختبارات العامه نضيف عليها دليل التقويم اللي موجود على موقع الوزاره. واتنين بوكلت حتى اليوم، بكره ان شاء الله بعده بتهيالي بنهايه الاسبوع هذا البوكلت بالكثير على يوم الخميس هيكون في البوكلت الثالث اللي هو هيكون الشكل النهائي للامتحان. وده مهم جدا، مهم كشكل وكمضمون. فانت لو ربنا كرمك هو بقى هو سؤاله بيقول لك ايه؟ اراجع ازاي؟ هو كان سؤال اراجع ازاي ومنين؟ ما انا رايي بعد اذنك طبعا استاذ شعبان هيقول دلوقتي وجهه نظره. انا رايي المتواضع انه المراجعه في ماده زي الرياضه ثالثه ثانوي محتواها كبير فروعها كتير، ما تبقاش في رايي انا يعني ما تبقاش جزء جزء، لا هي هتبقى مراجعه عن طريق حل الامتحان. وانا بحل الامتحان هيقابلني شويه مشاكل دايما في العزوب، ارجع للعزوب. ايوه صح. هيقابلني شويه مشاكل في الازدواجات، ارجع للازدواج وارجع تاني للامتحان.
فانا المراجعه علشان انجز هتبقى في صوره امتحان. اتفضل استاذ شعبان وجهه نظرك. اه هو صح نفس الكلام اللي انا كنت هقول ان احنا وانا بحل مثلا الامتحان مساله عزوم عرفتها خلاص الدنيا ماشيه خلاص ما عرفتهاش ارجع للدرس بتاع العزوم عشان نكسب وقت. تمام كده هتبص تمتحن امتحان هو طبيعي جدا ده كنت عايز اقوله بقى انت طبيعي جدا في اول امتحان هياخد منك 4-5 ساعات وفي 7-8 حاجات واقفين مع كتر حل الامتحانات والتكرار هتلاقي الامتحان بياخد ساعه ونص ويمكن اقل وعدد الاخطاء او المشاكل اللي فيه تكاد تنعدم. جرب. تمام كده. طب لو سمحت استاذ محمد امر في بند التعليم في الكتاب التفكير الابداعي ده مهم. هو في مسائل بتكون يعني صعبه فيه فانا عايز اعرف ده اهميه للدرجه ان انا افكر فيها واخد وقت في واحد يوم واثنين ولا مش لا دلوقتي مفيش يوم واثنين. الحاجه اللي عندك حلها بتذاكرها بعد اذن حضرتك يا استاذ شعبان. لو كلمت الكلام ده معانا مثلا من 3 شهور او يمكن في اول السنه اقول لك ما تسيبش فتفوته والتفكير الابداعي قبل التفكير اللي مش ابداعي. انما في المرحله اللي احنا فيها عشان اقول لك حل مسائل ما عندكش الحل بتاعها واقعد 3 ايام في المساله بتتوتر. لا عندك حلول. عندك لو كان عندك منبع تاني تسال فيه استاذك بتاعك استاذك او اي كتاب فيه حلول او اي حاجه ده اللي بذاكر منه. لكن انا لسه هخش على التفكير الابداعي وابدع في شهر 4 ما اعتقدش. ايه رايك يا استاذ؟ لا صح ما اعتقدش هيبقى فيها توتر ومضيعه للوقت. فانا لو عندي حاجات محلوله هذاكر منها. مفيش محلوله يا ادور على حل ليها او تسالنا مثلا او احنا موجود برضو اسئله في التفكير. لكن انا يعني رايي برضو انك انت ما تحاولش في حلول حاجات انك تعافر فيها في وقت زي اللي احنا فيه ده وهي مش موجود حلها هتتعب وتضيع وقت. شكرا استاذ محمد. العفو. بس قبل ما تقفل التفكير الابداعي ده مهم. لو عندك حلول يكون كويس جدا. يعني كل الحاجات اللي في كتاب المدرسه مهم. وفي حتى انت لو انت متابعنا في طلبه كتير بتسالنا في المسائل في المسائل دي بنحلها حتى في حاجات احنا صححناها في كانت مسائل في التفكير الابداعي بس في مسائل بتكون مش صح. ما عشان كده احنا بنصلحها. تابعنا اهوت والحلقات موجوده تقدر ترجع لها. وتابعنا لو عايز اي حاجه تاكد منها احنا تحت امرك. بالتوفيق عبد الله. بالتوفيق ان شاء الله ونبارك لك قريب وانت بعد الامتحان مبسوط ومقفل ثم بعدها نبارك لك وانت في كليه الهندسه. استاذ شعبان التصادم ده واضح انه مش هيخلص النهارده بس عايزين نكمل البرهان اللي حضرتك قلت عليه. لسه عندنا نص ساعه او اقل وناخد بس حتى الافكار الاساسيه بتاعته بس بسرعه كده بقى الدفع. ليه انا بقول الكلام ده؟ عشان في مسائل في نفسي يقول لك هو الدفع كذا. طب دفع الكره الاولى على الثانيه هنفرض ان سرعه الكره الثانيه بعد التصادم عن شرطه 1 والثانيه عن 2 شرط. دفع الكره الاولى على الثانيه يبقى التغير في كميه حركه الثانيه يساوي سالب التغير في كمية حركة الأولى. تعالى بقى التغير في كمية حركة الثانية. السرعة بتاعت الكرة اتغيرت من عين 2 إلى عين 2 شرطة. يبقى كاف 2 في عين 2 شرطة ناقص عين 2 ناقص كاف 1 التغير في كمية حركة الأولى يبقى عين 1 شرطة ناقص عين 1 يبقى كاف 2 عين 2 شرطة ناقص كاف 2 عين 2 متجه طبعا ناقص كاف 1 عين 1 شرطة زائد كاف 1 عين 1. هات بقى الموجب مع بعضه اهو. يبقى كاف 1 عين 1 زائد كاف 2 عين 2 متجه بيساوي كاف 1 عين 1 شرطة زائد كاف 2 عن 2 شرطه. يبقى مجموع كميات الحركه قبل التصادم بيساوي مجموع كميات الحركه بعد التصادم. لو استخدم القياسات الجبريه اقول له كده كاف 1 عن 1 زائد كاف 2 عن 2 كاف 1 عن 1 شرطه زائد كاف 2 عن 2 شرطه. في حته بقى مهمه جدا تصادم من غير مرن. لو الاثنين تصادموا وبعض التصادم تحركوا جسم واحد اقول له كده يبقى كاف 1 عن 1 زائد كاف 2 عن 2 هتساوي كاف 1 زائد كاف 2 في عين اللي هي السرعه المشتركه لهم بعد التصادم. تمام كده. المساله يا استاذ محمد هي بسيطه جدا بس هي عاوزه شويه تنظيم. والاهم من التنظيم نحدد الاتجاهات ما تنظيم احدد الاتجاه متجه الواحده ايه هي مساله التصادم دي يعني اشارات تصادم بالذات. لذلك انا بحب دائما اعملها كده اعمل فوق السرعات قبل التصادم وتحت السرعات بعد التصادم ونحدد للمصحح الاتجاه الاتجاه موجب. اللي معي يبقى بالموجب لان انا ممكن اعتبر الاتجاه الموجب غير زميلي لا والاثنين صح. تمام.
نشوف مسألة, مسألة بالمنتجات كده بسرعة. جسم كتلته 2 كيلو جرام بيتحرك بسرعة, هتظهر معنا دلوقتي, بس هو الجسم كتلته 2 كيلو جرام اسمه ألف, بيتحرك بسرعة ناقص 6 س ناقص 8 ص, اصطدم بجسم آخر به كتلته 3 كيلو جرام يتحرك بسرعة 3 س زائد 4 ص. احسب بقى معيار سرعة الكرة به بعد التصادم. إذا كان سرعة ألف بعد التصادم هي 3 س زائد 4 ص, والسرعات مقاسه بالمتر على الثانيه. هناخد بس من سوهاج احمد نشوف طلباته ايه. ايوه يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي مساله في كتاب المدرسه. اتفضل يا احمد, اهلا بيك. صفحه 186 رقم 10. رقم 10 ماشي, تقول ايه؟ على ايه؟ لما عشان هي مرسومه. مرسومه. ما هو ده كان, طب انا هشوفها لك وهجيبها لك. ماشي, هحلها لك بدايه الحلقه اللي جايه. صح, حاول تحلها لي ضروري. عينين اعتبرها. لا لا, اي حد بيطلب حاجه بنحلها له. تمام, يبقى صفحه 186 رقم 10. رقم 10 دي اساسيه في بدايه الحلقه اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي, حاجه ثانيه يا احمد؟ لا شكرا. ماشي, اتفضل. بص معايا كده. الجسم بقى الف اللي هو كتلته كام؟ 2 كيلو. ادي الف وادي الجسم ب, ده كتلته 2 كيلو جرام, كانت سرعته قبل التصادم عين 1 سالب 6 س سالب 8 ص. الجسم ب كتلته 3 كيلو جرام, سرعته قبل التصادم يبقى عين 2 بتساوي منتجات هي 3 س زائد 4 ص. عاوز معيار سرعة الكرة به بعد التصادم, يبقى انا عاوز 2 عين شرط على اساس ان سرعة الكرة الاولانية بعد التصادم عبارة عن 3 س زائد 4 متجه ص. فنطبق بقى كاف 1 عن 1 زائد كاف 2 عن 2, ده قبل التصادم. كاف 1 عن 1 شرطة زائد كاف 2 عن 2 شرطة. كاف 1 هيبقى 2 في سالب 6 س سالب 8 ص 3. السرعة الكتلة في السرعة, الكتلة في السرعة, دول قبل التصادم اهو, ده قبل التصادم اهو, ودول بعد التصادم. 3 3 س زائد 4 ص بيساوي كاف 1 شرطة 2 في 3 س زائد 4 ص زائد كاف 2 اللي هي 3 عن 2 شرطة. هتطلع دي سالب 12 س ناقص 16 ص زائد 9 س زائد 12 ص 6 س زائد 4 ص 8 ص. هنجمع الكلام ده, هنبص التاء دي هتبقى سالب 3 س سالب 4 ص هتساوي 6 س زائد 8 ص زائد 3 متجه عين اللي هو بعد التصادم. هنجيب دي الناحيه الثانيه, يبقى سالب 9 س سالب 12 ص تساوي 3 عين 2. يبقى عين 2 شرطه متجه عين 2 هيبقى سالب 3 3 س ناقص 4 ص. هي على فكره ما فيهاش حاجه, هي بس س ص س ص. معيار عين 2 بقى شرطه اللي هي معيار السرعه, الجذر التربيع ل 9 زائد 16 يطلع ب 5 متر على الثانية. بس كاف 1 عين 1 زائد كاف 2 عين 2 يساوي كاف 1 زائد كاف 2 في السرعة المشتركة. السرعة. تعالى بقى في مسألة إننا عاوزين بقى ننظم نفسنا. بيقول لك إيه؟ كرتان مال سوان أهو, كتلتاهما 40 جرام و 120 جرام, تتحركان على سطح أفقي أملس في اتجاهين متضادين. الأولى بسرعة 9 متر على الثانية والثانية بسرعة 3 متر على الثانية. فإذا تصادمتا وارتدت الكرة الثانية بعد التصادم بسرعة 3. هي الثانية بسرعة 6 مش 3. الأولانية بسرعة
في اتجاهين و 40 و 30 9 متر و6 متر وارتدت بسرعه 3. يوجد بقى سرعه الكره الاولى بعد التصدي. طيب نيجي بقى زي ما قلت عمليه تنظيم. ادي الكره الاولى اهي كتلتها 40 جرام والكره الثانيه اهي كتلتها 120 جرام. الكره الاولى ماشيه بسرعه اهي 9 9 متر على الثانية. الثانية في الاتجاه المضاد 6 متر على الثانية. طيب دول في اتجاه متضادين. جاء لك الكرة الثانية ارتدت اهو بسرعة 3 متر على الثانية. عاوز اجيب سرعة الكرة الايه الاولى. انا معرفش فين. هفرضها في اي حتة. هفرضها كده. ونعمل اتجاه موجب بقى. وافرض اتجاه ايه كده. يبقى السرعات اللي معي بالموجب والاتجاه المضاد بالسالب. بمعنى يبقى 9 موجبة. العين موجبة. 3 موجبة. 6 هي اللي بالسالب. واطبق بقى. كاف 1 عن 1. كاف 2 عن 2. كاف 1 عن 1 شرطة. زائد كاف 2 عن 2 شرطة. زي ما انا قلت عملية تنظيم. الكتلة 40. 9 معي بالموجب. زائد الكتلة 120. في سالب 6. بتساوي 40 في عين زائد 120 في 3. يبقى عندنا الصفر مع الصفر مع الصفر مع الصفر. يبقى 36 ناقص 72 هتساوي 4 عين زائد 36. يبقى 4 عين هتساوي سالب 72. يبقى عين هتطلع بسالب 18. الله. يبقى معنى كده ايه؟ ان الكرة الاولى بعد التصادم ترتد بسرعة 18 متر عكس الاتجاه الاولاني. عكس الاتجاه الاولاني. طب طالب ايه تاني؟ حلوة التانية دي. القيمة المتوسطة لمقدار القوة التي اثرت بها الكرة التانية على الاولى. علما بان الزمن الصدمة. يعني عاوز يجيب قوة الدفع. يبقى لازم اجيب الدفع. ما هو اصل القيمة المتوسطة لمقدار القوة دي ده رغي. معناه القوة اللي ما بين الجسمين. اللي اسمها القوة الدفعية. بجيبها منين؟ من الدفع. بقسم الدفع على زمن التلامس. يبقى الاول اجيب الدفع. دفع الايه على ايه؟ دفع الكرة التانية على الاولى يبقى التغير في كمية حركة الاولى. تمام. اهو. دفع الكرة الاولى الكرة الثانية على الأولى. على الأولى. شفت بقى فايدة لما برهنت أنا؟ التغير في كمية حركة الأولى. اتعرف كمية الحركة الأولى؟ الأولى كف واحد اللي هي كام؟ 40 على 1000 عشان تطلع بالكيلو. عشان السرعة هنا بالمتر. عين بقى بعد كانت طالعة بسالب 18 وسالب 9. يبقى 4 من 100 في سالب 27 هتطلع بواحد سالب 1 و108 هتبقى نيوتن ثانية. انا عندي بقى قاف في نون يساوي الدفع. قاف عاوزين نون بكام؟ بواحد على 18. يبقى قاف هيطلع 1.8 في 18 هتطلع سالب 19.44 نيوتن. يبقى اذا مقدار قوة الدفع 19.44 نيوتن. لا سهلة جدا. ومضمونه ان شاء الله مسألتها في الامتحان. بس احنا عندنا مجموعه افكار اكبر من كده شويه على موضوع التصادم. نلحق ناخد منهم في نهايه الحلقه كده مساله كده اكبر شويه من دي. بتاعه الكره الملساء ولا جسمان عديم المرونه؟ تحب جسمان عديم المرونه؟ جسمان عديم المرونه كتلتاهما بده بدور 12 و4 عشان لما يشوف يتحركوا ايه كجسم واحد. ما خدناش حاجه يتحركوا جسم واحد. تمام.
اللي هو اسمه تصادم الغير مرن. على خط مستقيم افقي ويسير اولهما بسرعه 5 سنتيمتر على الثانيه ويسير الاخر بسرعه 15 في اتجاه الاول. تصادم بعد ان لحق السريع بالبطيء. اكيد يبقى لازم السريع خلف البطيء عشان يلحقه. لا ده دي بتضحك جدا ان حد يحط بقى الاولاني قدام ده هو اللي ماشي بسرعه ببطء هيحصل بسرعه والتاني اللي جاي عشان يحصله ماشي ببطء وهيحصله ازاي؟ يبقى عندنا اهو ادي الكره الاولانيه 12 والتاني 4. الاولانيه ماشيه بسرعه يبقى خليها كده 5 سنتيمتر على الثانيه، التاني بقى وراه اللي سرعته اكبر. لحق السريع بالبطيء فكونا جسما واحدا ثم صار معا واصطدم بجسم. طب نشوف بقى عند التصادم الاولاني عينه تمام كده، هفرض متجه الوحده ايه كده، يبقى عند التصادم الاول 12 في 5 اهو شوف انا منظمه اهو، فوق سرعتها قبل التصادم تحت اتجاه سرعتها بعد التصادم، زائد 4 في 15 هتساوي 2 جسم 1 12 زائد 4 عين، هيبقى 60 زائد 60 هتساوي 16 عين. هتطلع عين بكام؟ 60 زائد 60 هيطلع ب 15 على 2 سنتيمتر على الثانيه. اصبح جسم واحد كتلته كام؟ 16. ده لسه هيخبط في جسم كمان في اخر دقيقه بقى يا استاذ شعبان. اصطدم بجسم سيد عديم المرور كتلته كام؟ 8. ماشي بسرعه 6 بس في الاتجاه المضاد. يبقى عندنا اهو ادي الجسم اهو اللي هو يبقى 16 كيلو جرام ماشي بسرعه 7.5، اصطدم بجسم تالت كتلته 8 جرام ماشي في الاتجاه المضاد 6 متر على الثانيه، فاتحركوا بجسم واحد برضه اهو، هفرض متجه واحده ايه كده، يبقى عند التصادم الثاني هيبقى 8 في 6، انا فرضت متجه الوحده ايه كده، يبقى 8 8 في ايه؟ في 6 زائد 16 في سالب 7.5 هساوي 16 زائد 8 في السرعه المشتركه، هتطلع عين في الاخر ب 3 سنتيمتر ايه على الثانيه. تمام هتبقى لينا حوالي 7 مسائل او يمكن 8 هم دول اللي هنخلص بيهم موضوع التصادم، ثم صح. احتمال كبير بقى نخش في الشغل يعني الاسبوع اللي جاي نخش في الشغل ان شاء الله، يعني نخلي مثلا الجزء الاول من الحلقه الساعه الاولى نكمل التصادم. ربنا يسهل كده بس ايه بقى عشان كمان في مسائل كانت مطلوبه مننا زي اخرها احمد من سوهاج صفحه 186 رقم 10، مش عايزين ننسى الاسئله دي واسئله برضو من دليل التقويم على الجزء اللي احنا خلصناه سواء في الدفع او التصادم، وفي الغالب احنا قدامنا حلقتين او ثلاثة بالكثير نخلص الله الجزء المتبقي من المنهج ونبدا سلسله المراجعه النهائيه. بنوه مره تانية قبل ما نختم على انه بكره اولى حلقات المراجعه النهائيه في الكيمياء من 1:30 ل 2:30 مع الزميل الفاضل خالد عبد العزيز. نشكرك طبعا يا استاذ شعبان، شكرا جزيلا على مجهودك اللي عملته معانا النهارده، وفي انتظار المزيد والمزيد في الحلقات اللي جايه كالمعتاد ان شاء الله. كمان بنشكر كل اصدقائنا طلبه وطالبات الثانويه العامه، الى ان نلتقي على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي، لكم منا اطيب الامنيات.